يا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنتكلم على برنامج حسابات هندسية. البرنامج ده أنا لسه ببرمج فيه، وأتمنى الناس تتشارك معايا، بحيث أي ملحوظة، أي حاجة عايزة تتصلح، أي حاجة عايزين نضيفها نبدأ نضيفها في البرنامج ده إن شاء الله. وإن شاء الله في نية كبيرة أوي لتطوير البرنامج حسب الوقت. تعرفين الحاجات التطوعية بتبقى حسب الوقت، اللي مش تبع الشركة. تمام، انا اشتغلت في البرنامج دوت، كنت اشتغلت عليه في فيجوال بيزك 6، وبعد كده عملت له ابجريد في فيجوال بيزك دوت نت 2005، وبعد كده في فيجوال بيزك 2012. فممكن تلاقي في بعض الحاجات عملت مشكلة او كده، فلو في مشكلة يا ريت تقول لي فيدباك فابدا اصلح الحاجات ديت. تمام، على المدار ده حد نفسي من wordpress.com هتلاقي البرنامج داونلود مجاني، تبدأ تنزل وتبدأ تتعامل معاه. هتلاقي مثلا أبسط حاجة التحويل، أي حاجة أنت عايزها. تمام، تكتب الرقم في أي خانة فيهم، هو بقى يبدأ يحول زي ما أنت عايز بجميع الحاجات التانية. الوحدات ممكن تكون أنت في حاجات متخصصة شوية، نبدأ نشوف إيه هي، بحيث إن احنا نعمل البرنامج اللي يوفر علينا الوقت في الشغل بتاعنا. تمام، حسابات، لو انت عايز تحسب الدوائر الرياضية، حساب القدرة، المساحة والمحيط مثلا، عندك حاجة عايز تحسبها بسرعة اهيت. تمام، يجيب لك المساحة ويجيب لك المحيط بتاعتها. الحسابات الهندسية مثلا مقياس الرسم انا كل شوية بنساها، فعملتها عشان افكر نفسي بيها. مثلا لو هشتغل واحد لمية، يبقى المشاورات بس قد ايه، والاجهزة بس قد ايه، والزوم بتاعي قد ايه. حسابات الحريق اللي في 200 قطر الماسورة CO2، رسم بياني حمل السخان الكهربي، البويلر، الجاز، حمام السباحة. نبدأ نشوف ايه الحاجات اللي احنا عايزين نطورها ونبدأ نعملها مع بعض. تمام، اتمنى ان شاء الله ان انا الاقي فيدباك سريع. في مثلا حد عنده معادلة عايز يحطها، حد عنده اي تعديل على البرنامج، اي حاجة ان شاء الله، بحيث ان احنا نحاول نعمل حاجة عربية وتكون حاجة بمستوى كويس، ويكون حاجة معتمدة على الأكواد العالمية، مش مجرد معادلة تكون موجودة في المكتب وبنستخدمها خلاص، لا، تكون مرتبطة بكود عالمي أو كود خاص بالدول بتاعتنا. وأتمنى إن شاء الله إن احنا نتقدم بإذن الله. أخوكم عمر سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن نيجي نشغل برنامج نلاقي الحروف جاية بالشكل الغريب دوت، هو كده مش هتعرف على اللغة العربية. طيب نحل المشكلة دي إزاي؟ بكل بساطة هدخل على كنترول بانل، وبعد كده هدخل في language، تمام، region and language، واختار administrative، change the system locate، واختار Arabic. خلي بالك في كذا Arabic، لو اخترت Arabic الجزائر هتلاقي حاجات كده زي الفرنسية وكده، فانت اختار Arabic Egypt او Arabic سعودي، يعني اختار الحاجة بتاعت بلدك. تمام، في عندك العراق، الكويت، قطر، تمام، كلها دول عربية، فانت ايه تختار الدولة بتاعتك. انا اخترت عربك ايجيبت. اوكي، بيقول عايز اعمل ريستارت، هعمل ريستارت. بعد كده تيجي تفتح هتلاقي البرنامج شغال معاك عادي، والحروف دي اختفت وبدأت تظهر الكلام العربي السليم.